السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. المتتبعين الاعزاء ديالي، اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقه جميله وتحت الطلب ديالكم. الصراحه شقه جد ممتازه وبثمن جد مناسب، يعني الثمن ديالها مشجعة. الشقه هذه اللي بغاها مرحبا. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالها، راه غادي نذكر معكم جميع التفاصيل ديال هذه الشقه هذه، فالله يجازيكم بخير. خليكم على فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات بخصوص هذه الشقه، جميع المعلومات، ثمن، المتراج والموقع فين جات البارتمان بالضبط. قبل ما نبدا كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على التفاعل ديالكم، وعلى الكلام الطيب اللي كتقولوا دائما في حقي. صراحه كتفرحوني والله العظيم، وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. كنبغي نشكر المتتبعين ديالي من جميع انحاء العالم اكيد، والمتتبعين العزاز ديالي من داخل الوطن اللي دائما كيشجعوني وكيساندوني وكيدعموني. شكرا لكم، ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد القناه، على بركه الله. بالنسبه لهاد الشقه هذه، راه شقه جد ممتازه بثمن جد مناسب. الشقه كتواجد في الدار البيضاء، حي الهدى، جات في موقع جد ممتاز، جميع المرافق متوفرين، كل شيء كاين حداك، جميع المواصلات متوفرين. بالنسبه للمدارس، راه متوفرين المدارس، المسجد، الحمام، جميع المرافق الضروريه متوفرين، جميع المواصلات متوفرين، كل شيء كاين حداك. على لونطري ديال البارتمان ديالنا تلقاو صالون تبارك الله كبير، اونفاس معاه كاين سيجور، فيها جوج البيوت، صالون، لا كويزين، الحمام تبارك الله راه كبير. بالنسبه للبارتمان شوكيه، عندها جوج واجهات، وكاين عندها جريده، راه غادي نشارك معكم واحد الاسباس طويل، يعني السيده ما تطلعش للسطح، فكاين السطح اللي بغى يطلع السطح راه كاين السطح. هي هاد المساله هذه ديال انها مصايبه الجريده ديالها، تتنشر في الجريده الحويجات، يعني كتستعملها للنشر. كما كتشوفوا معايا شقه جد ممتازه، الثمن ديالها جد مشجع صراحه. السيده تطلب فيها 33 مليون، قابله للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو، وجيو شوفوها مرحبا والف مرحبا. وراه الثمن قابل للتفاوض، يعني صاحب الشقه غادي نقص لكم في الثمن. كما كتشوفوا معايا، هذه الغرفه الثانيه، فيها جوج البيوت وصالون تبارك الله، الصالون راه كبير، لا كويزين تبارك الله كبيره، الحمام اعزكم الله. بالنسبه للبارتمان كتواجد في سيدي مومن، حي الهدى، الناس اللي ما عارفينش حي الهدى، المهم كتواجد في الدار البيضاء، حي الهدى، سيدي مومن، جات في موقع جد ممتاز، جميع المرافق متوفرين وجميع المواصلات متوفرين، كل شيء كاين حداك. بالنسبه للمدارس، راه متوفرين المدارس. بالنسبه للبارتمان، راه مشمسه، عندها جوج واجهات، الشمسه على طول النهار، والبارتمان راه تتواجد في السفلي. الناس اللي تيسولوا على بارتمانات في ريتشوسي، هاد الشقه هذه راه سفليه، جد ممتازه الصراحه. وجيو ان شاء الله شوفوها، وراكم غادي تحكموا عليها بنفسكم. شقه جد ممتازه الصراحه، هذه غرفه النوم، غرفه النوم ما شاء الله كبيره، فالله ييسر الجميع يا رب، والله يسهل على الجميع. بالنسبه للمتراج، فيها 56 متر. وبالنسبه للثمن، صاحب الشقه تيطلب 33 مليون، قابله للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. وغادي نعاود معكم المعلومات بخصوص هذه الشقه هذه، بالنسبه للناس اللي دخلوا جداد يعرفوا التفاصيل ديالها. بالنسبه لهذه الشقه هذه، ستتواجد في الدار البيضاء، حي الهدى، سيدي مومن، جات في موقع جد ممتاز، جميع المرافق متوفرين، المدارس، المسجد، الحمام، جميع المرافق الضروريه متوفرين. وبالنسبه بالنسبه للمواصلات، راه جميع المواصلات متوفرين، كل شيء كاين حداك. بارت مجيد ممتازه، كتواجد في السفلي، فيها صالون،
جوج البيوت لا كويزين الحمام، وكاين عندك واحد الاسباس يعني على الدار، شد على الدار كاملة. السيد تستعملوا النشير، راه كاين سطح، اللي بغى يطلع السطح راه كاين سطح. بالنسبة للمتراج فيها 57 متر، وبالنسبة للثمن صاحب الشقة تيطلب 33 مليون قابلة للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم إلا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم أسفل الفيديو. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون خفيفة على قلوبكم، وكنفيدكم ولو بشي حاجة بسيطة. شكرا للناس اللي كيدعموني وكيشجعوني، شكرا لكم. وإلى عجبكم المحتوى الله يجازيكم بخير، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، وتشجعوني حتى أنا نزيد نحط أكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. وراه دائما كي الجديد ودائما كاين البارطماج في متناول الجميع، غادي نشاركهم معكم إن شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب وما جاوبتهمش، الله يجازيكم بخير، عاودوا تواصلوا معايا باش يطلعوا لي الارقام ديالكم. راكم عارفين يعني كيكون الضغط على الواتساب، داكشي علاش ما كنقدرش نجاوب الناس كاملين. واللي ما جاوبتوش يعيط لينا في نفس الرقم ابي العاديه، راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. الناس اللي حاطين عندي البارتمات ديالكم راه كاملين ان شاء الله غادي نشاركهم مع المتشبعين العزاز ديالي، والله يسر الجميع يا رب، والله يسهل على الجميع. بالنسبه للبارتمات اللي تباعوا، البارتمان اللي تتواجد في اقامه نور سيتي 3 ايطاج بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج تباعوا. البارتمات اللي تتواجدوا في اناسي راه كاين البارتمات اللي تباعوا، كاين البارتمات اللي مازال. بالنسبه للشقه اللي تتواجد في الازهر مدينتي راه مازال متوفره، اللي بغاها مرحبا. بروميير ايطاج بارتمان جميله 64 متر، والثمن صراحه جد مناسب 38 قابله للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. بالنسبه للشقه اللي كتواجد في الازهر دوزيام ايطاج تباعت. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على البرنوسي القدس، راه كاين عندنا بارطمات في البرنوسي القدس. بالنسبه للثروازيام ايطاج تباعت، مازال كاين عندنا بروميير ايطاج وكاين عندنا دوزيام ايطاج. البارطمات اللي تيتواجد عندنا في سيدي مومن، راه كاين عندنا بارطمات في الديور 100 متر، كاين عندنا بروميير ايطاج وكاين عندنا دوزيام ايطاج. كاين عندنا بارطمات في حي البركه، راه ما غاديش نقدر نذكر معكم البارطمات كاملين. اي واحد بغى شي بارطمان مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معايا ان شاء الله، وراه غادي نرسل لكم البارطمات اللي بغيتو. الناس اللي بغنوا يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كما كتشوفوا معايا هذه هي الجريده اللي قلت لكم، يعني واحد الاسباس على طول ديال البارطمان كما كتشوفوا معايا، يعني السيده راه تنشر الحويجات ديالها. فهاد البارطمان هذه السفليه شوكيه عندها جوج واجهات، يعني الشميسه راه على طول النهار. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من جيمات البارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم.